يا مساء الخير. يا مرحبا ومسهلا. مالك ثواني معدودة من يوم طلعت من اللجنة، إيش ردة فعلك الأولية بصدق؟ والله متفائل. من أقرب شخص لك في اللجنة روحيا؟ والله الجميع. ونعم ما في شخص، ما في نهاية. طيب هل في شخص يعني حاول أنه يتصيد لك؟ لا والله استقبلوني بصدر رحب يا اخوي، استانست ما ابغى اطلع. كم جلست عندهم وقت تقريبا؟ والله ما خذيت دقيقه يا اخوي، قلت في لا حزنتني كذا ولا اقل بعد، حزنت زياده. انا يمكن لو قلت لي اقل يمكن تدمع عيوني. تدري ليه؟ ليه؟ لانه الشخص اللي ما يتجاوز دقيقتين هذا يعني شخص غير مقبول، اللي ياخذ من 5 دقائق وطالع هذا يعني لجنه تبغاه. يا رجال ايش فيك؟ ادينا اللي عندنا يا طويل العمر، والتوفيق من عند الله. عسى الله يوفقنا يا رب، يسر امورنا يا اخوي. والله انك جميل يا اخي، شوف شوف لا لا فعليا ترى يمكن ما لك قبول، ترى انا مره حزين عليك والله. الله يطول عمرك. لا والله ما عليك، ان شاء الله ان الامور طيبه. وتفائل لك بالخير يا سيدي. حبيب قلبي باذن الله نشوفني. لو سالتك وقلت لك من 10 كم توقعاتك دخولك ان شاء الله للقريه؟ لا اعطينا يا اخوي. لا احتاج رقم فعلا. متفائل خلاص. طيب عطني من 10 كم؟ هذا الجواب متفائل باذن الله. احتاج رقم لان كل اللي قبلك اعطوني ارقام. باذن الله 10 من 10. شوف التفاؤل حلو ترى. والله انه حلو كويس. وانا احب المتفائلين بس ما احب المغرورين. لا ابد لاني مغرور ولا شيء، التوفيق من عند الله ان دخلنا في هذا شرف كبير وشيء كل الشباب والله ودهم منهم يدخلون، وما دخلنا في هذا توفيق من الله. قناه بدايه، قناه غنيه عن التعريف يعني، وكل اني اتمنى انه يدخل فيها. تدري اني متابع لك؟ سم؟ تدري اني متابع لك على المستوى الشخصي؟ لبك هبتك يا شيخ. الله يجعلني. ايش اقول؟ ايش تبيني اقول؟ الله يجعلك القوه. ايش تقول المشاهد في الاخير يعني؟ اسال الله العلي العظيم ان يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله جميع، ويسر امورنا واموركم، يحقق امانينا وامانيكم. قول امين.